لتجهيز الحقنة، أول حاجة بغسل إيدي طبعا بالمية والصابونة، أبتدي أفتح السرنجة بتاعتي معقمة طبعا، وأفتح إزازة البودرة، هسحب من إزازة البودرة مقدار هواء موازي للسائل اللي أنا هحطه جوه البودرة. يعني لو أنا هحط 2 سنتي سائل جوه البودرة، ببتدي أسحب هواء من الإزازة بمقدار 2 سنتي اللي هو اللي أنا هحطه السائل اللي أنا هضيفه للبودرة، وابتدي أفتح الأمبول بتاع السائل اللي هو اللي هضيفه على البودرة، وأسحب الكمية اللي أنا عايز أسحبها 2 سنتي مثلا، سحبت السائل هبتدي أضيفه لإزازة البودرة وهي في مكانها، بضغط وأدخل السائل جوه إزازة البودرة، برجها كويس وأسحب السن لغاية ما يجي بوز السن عند تحت سطح السائل، وأبتدي أسحب الكمية اللي أنا عايزها، لو في أي هواء فيها بطلعها، بضغط على بضربها وبرفع المكبس لغاية ما يبقاش فيه أي هواء في الحقن، وغطي السن وكده الحقنة تبقى جاهزة عندي. المكان المعتاد للحقنة في الكبار أو في الأطفال لأكثر من سنة أو 7 شهور، بقسم الإلي 4 أجزاء، وأدي في الربع الخارجي العلوي. ممكن في الدراع بقسمه إلى 3 أجزاء، بدي في آخر التلت اللي فوق زي ما احنا شايفين، او حوالي 4 5 سنتي من العظمة اللي فوق. في الطفل بدي في الجزء اللي اقل من سنة، بدي في الجزء الخارجي من الفخذ مش الامامي، الخارجي، بقسمه ل3 اجزاء، وبدي الحقنة في التلت الوسطاني من الجزء الخارجي من الفخذ.